ينضم إلينا المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان المهندس محمد الفعوري. باشمهندس صباح الخير. يا صباح الورد طارق. الله يعطيكم العافية سيدي. هلا يا سيدي. مهندس محمد، شو قصة الكاميرات اللي في كل عمان من مبارح الناس بتحكي فيها؟ شو سببها وكيف آليتها سيدي؟ سيدي بداية صباح الخير إليك. صباح الورد. إخوان العاملين معك لجميع الإخوة اللي بيسمعونا. الله يسعد صباحك. هذا موضوع مش جديد طارق بيك. صح. يعني احنا الان عم نشتغل على موضوع السمارت سيتي او المدن الذكيه. احد متطلباتها موضوع السمارت ترافيك مانجمنت او اداره المرور الذكي. بتعرف هذا كله بيمشي على الكاميرات يعني بالنهايه. مش بي 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 يعني خلينا نحكي جزافا او بالمرور التقليدي اللي احنا عم نعيشه الان. تمام بالضبط سيدي. ف يعني تصريح معالي كان انه احنا متجهين بهذا الاتجاه ان شاء الله. شبه أنهينا دراسات لجميع المواقع داخل العاصمة عمان. تمام. احنا نتحدث مهندس محمد نتحدث عن الشوارع الرئيسية ولا حتى الشوارع الفرعية وخلافه؟ لا شوف خلينا نميز بين شغلتين. اول شيء الكاميرات اللي راح تنوضع داخل شوارع عمان، بنحكي احنا على الشوارع هلا تغطي الجهتين فرع ورئيسي، لكن التركيز راح يكون على الرئيسي. تمام. الهدف من هذا الموضوع أخي طارق، أول شيء رفع مستوى السلام المرورية على الطرق. إحنا كثير عم نشاهد للأسف موضوع التصرفات السلبية لبعض إخواننا السائقين، واللي بتعرض حياة جميع مستعملين الطريق للخطر. أهمها استعمال الهاتف الخلوي. إحنا يعني الآن خليني أمشي أنا وياك بالشارع، كل تباطؤ بحركة السير وراء إنسان عم بيستعمل الهاتف بتزمر الخلوي، بتكتشف إنه ماسك الموبايل تبعه بيلعب فيه. للأسف ما عم نستعمله بس للحكي طارق بيك، هلا بستعمله عشان أعمل ستوري، بستعمله عشان أبعت مسجات. هلا لو الحكي ما في مشكلة، السيارات اليوم كلها حديثة، بيشبك على البلوتوث تبع السيارة وبتمشي الأمور وشوي بركز بسواقته. كويس. هذا واحد. اثنين، موضوع حزام الأمان، وموضوع حزام الأمان جدا مهم فيه. الدراسات العلمية والعالمية أثبتت أنه استعمال حزام الأمان بخفض نسبة الإصابات الخطرة ونسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير، طبعا بعد مشيئة ربنا، بما يعادل 60%. ثلاثة، موضوع الوقوف الخاطئ والمعيق والممنوع. أخي طارق خلينا نمشي أنا وياك بالمواقع التجارية. نشوف الوقوف اللي عم بصير بصورة مزدوجة أو تريبل، قديش بيأثر سلبا على الانسيابية المرورية بهاي المواقع كلها. صح. فهاي الجوانب سيدي، بالإضافة زي ما حكيت لك لموضوع اللي بخص موضوع السلام المرورية، اللي هو موضوع قطع الإشارة الضوئية الحمراء والسرعة الزائدة، وهذا احنا بدينا فيه أصلاً من أمانة عمان الكبرى من 2000. طيب مهندس محمد، هل وجدتم انه المواقع اللي تركب فيها كاميرات فعلاً قلت فيها التجاوزات المرورية المخالفة؟ انا بدي اعطيك حسب الإحصائيات والدراسات، وبعد هيك بدي بعد اذنك تفرد لي طارق بيك مساحة دقيقة ونص دقيقتين احكي لك عن موضوع السمارت ترافيك مانجمنت. يلا. هلا بالنقاط السوداء او النقاط الخطره اللي ركبنا او اللي زودناها برادارات سرعه ثابته او برادارات سرعه متحركه او حتى بكاميرات الاشارات الضوئيه، اعداد الحوادث جوا عمان عم بيزيد، لانه في زياده باعداد المركبات، لكن الحوادث التي ينتج عنها اضرار ماديه. يعني اضرار بالمركبات ليش؟ لانه الان بلشنا بالتجديد على موضوع ضبط السرعه بهاي المواقع. وكمان مرة بعد مشيئة رب العالمين الحمد لله قدرنا انه نخفض اعداد الحوادث اللي نتج عنها وفيات واصابات خطرة بنسبة لا تقل عن 42%. يا سلام. وهذا للأمانة يعني بحفزنا انه نظل ماشيين بهذا الموضوع، لانه لابد من ايجاد طارق بيك يعني وسيلة رادعة لمنع الاستهتار بأرواح أخواننا المواطنين اللي موجودين واللي عم بيستعملوا الطرق داخل العاصمة عمان. تمام. هلا موضوع المدن الذكية طارق بيك، واللي راح يكون جزء منه موضوع المرور الذكي. احنا عم نشوف عمان قديش يعني وخصوصا بأوقات الذروة قديش كم الازدحام المروري اللي 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 بيكون داخل العاصمة عمان. وعلى فكرة بوقت الذروة جميع دول العالم بهذه الأوقات سيدي بيكون فيها ازدحامات مرورية، احنا ما بنحكي عنها. الآن بدنا نتعامل مع هذا الواقع بصورة شوي ذكية، بصورة غير تقليدية. هذا راح يشمل عندي انه جميع شوارع العاصمة عمان يتم مراقبتها بالكاميرات. الكاميرات ما راح تكون فقط لضبط السلوك السلبي او المخالفات، الكاميرات راح يتم شبكها على مركز التحكم التابع لأمانة عمان الكبرى. خلال مركز التحكم
راح يتم معالجة للمعلومات اللي واردة له. من خلال هذه المعلومات سيدي بتم بث الرسائل لإخواننا المواطنين من خلال اللوحات المتغيرة اللي موجودة بشوارع عمان واللي راح نزودها الآن. هاي اللوحات بتقدم نصائح لإخواننا المواطنين شو الطرق اللي يسلكوها، ممتاز، وين الحوادث موجودة أمامك، شو أكثر طريق لك، بالإضافة لخدمة المتجات اللي موجودة على الموبايلات. ممتاز جدا، ممتاز جدا. هاي من ضمن الشغلات اللي احنا عم نفكر فيها الآن، راح تكون يعني هو مشروع واحد راح يشمل كمان موضوع تغيير وحدات الإنارة اللي موجودة بالشوارع الرئيسية لوحدات موفرة للطاقة. هاي الوحدات راح تقدم خدمات لإخواننا المواطنين، ممكن تكون من خلالها يتم تزويد إخواننا المواطنين اللي بيستعملوا الطرق بنت مجاني، ممكن يكون فيها شواحن لسيارات الكهرباء. هذا خلال قديش المدة مهندس محمد؟ يعني 22-26 المفروض بإذن الله، حسب الاستراتيجيات، حسب استراتيجية أمانة عمان الكبرى اللي أطلقها معالي الأمين برعاية ملكية سامية، برعاية سيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، يعني 2020-2026 راح نكون إن شاء الله منهين هذا المشروع إذا ربنا. يا سيدي جهودكم مباركة ومشكورة، وأنا بدي أشكرك جدا على هاي الإيضاحات، المدير التنفيذي المرور في أمانة أعمال المهندس محمد الفوري، كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا. شكرا. شو رأيكم؟ كاميرات في كل عمان لضبط المخالفات، بالتالي التقليل من الحوادث من ازدحامات وخلافه. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.